السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متتبعي القناه، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دائما في تحضيرات رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتو، الله يرفع علينا هذا الوباء. جبت لكم مقروط بطريقه جديده رائعه ناجحه 100%، ما كيترتقش معكم، ما كيتفرتش معكم ملي كتكونوا تقليه. نخليكم مع الطريقه والمراحل وفرجه ممتعه. كنحتاجو في المقادير، عندي 3 نتاع السميده، عبار تاع السميده، الكاس او الزلافه. فاش كنعبرو بها جميع المقادير. عندي زلافه ديال الزيت، تقدروا ديروا زبده وزيت، قبيصه نتاع الملحه، السر هو بياض بيضه. هنايا عندي 2 معالق كبار ديال النشا ومعلقه كبيره ديال العسل. العسل كيعطيه اللون، فاش كنقليوه كيتحمر وكيعطينا داك اللون زوين. هنا كما كتشوفوا معايا درت قبيصه نتاع الملح مع ديك الزيت. غادي نبسو السميد ديالنا مزيان بهذيك الزيت. كما قلت لكم تقدروا ديروا زبده وزيت، نص زبده ونص زيت، انا درت غير الزيت. صافي كنبسوه مزيان، من بعد غادي نضيفوا له النشا وغادي نخلطو مزيان حتى غادي ديك السميده كامله تلبس بهذاك الزيت ديالنا. وما ننساوش العسل حتى هو، تقدروا ديروا السكر كما تقدروا ما ديروا حتى شي حاجه. صافي هنايا انا غادي نبسس مزيان الخليط ديالي، هذيك السميده مع الزيت مع النشا والعسل، حتى غادي تلبس كما قلت لكم السميد كامل بهذاك الزيت، غادي يتغطى كامل به. غادي نغطيه ونخليه يرتاح 2 تاع السوايع. هو شحال ما جلس، شحال ما كان مزيان، شحال ما بات في الثلاجه وارتاح، شحال ما كيجي المقروط بنين وفتي. نحضروا العقده. هنايا عندي عقده، عندي التمر، كميه معجين التمر انا شريته واجد، معلقه صغيره ديال الزبده، القرفه، ودرت شويه ديال الكبابه. صافي غادي نخلط الكل مزيان. الا كانت التمر ديالنا قاصح كتقدروا تسخنوا في الميكروون شويه باش كيسهل عليكم تجمعوه بيديكم. تقدروا تزيدوا الكركاع او تزيدوا الجنجله المحمر. هنايا كما كتشوفوا معايا السميده بعد ما خليتها ارتاحت 2 سوايع كنضيف لها. هنايا في العبار عندي كاس ونص، عفوا ماشي كاس ونص، زلافه ونص ديال الماء مخلط مع الماء وما زهر. كنديروا الماء عادي وكنديروا له ما زهر، كنديروا نص كميه ديال الماء ونص الاخرى كنكملوها بما زهر. هنا كما كتشوفوا معايا المقروط ديالنا ما خاصناش نعجنوه او ندلكوه بصباعنا، يعني غير بالصبع ديالنا كنحاولوا كنجمعوه، كنبقاو هكا كندورو في يدينا حتى كتجمع لنا العجينه. المقروط ما خاصوش يتدلك، لحقاش الا تدلك كيجينا مدقص، ملي نجيو ناكلوه ونقليوه كيجي مدقص، ما كيجيناش فتي. وهذا هو الخليط اللي كنتحصلوا منه. كما قلت لكم غير هكا كنجمعوا بصباعنا، ما كندلكوش. صافي كيكون الخليط على هذا الشكل، راه ما تخافوش منه، راه ما غاديش يشرب. انايا درت هذا المول مدور، راه متواجدين في الاسواق، فيهم بزاف ديال الاشكال. وكاين هذا المربع. العجينه ديالي غادي نعبرها. هنايا هذا نتاع التمر درته 10 غرام، وزنتهم درت فيهم 10 غرام، والسميده ديالنا كنديروا فيها 20 غرام. صافي كناخذوا واحد الكره بيدينا، كنفتحوها، كنديروا لها ديك الكويره نتاع التمر. صافي كنرجعوا نكوروها مزيان، كنشدوا القطعه ديالنا، كنحطوا الكره فوق الطاوله او كنديروها بهذا الشكل. صافي وكنقلبوها وكنضغطوا عليها مزيان باش كيخرج لنا هذاك الشكل اللي عندنا في المول ديالنا اللي غادي نخدموا به. وكنبقاو مكملين بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. انايا درت جوج ديال الشكيلات كنحطهم في واحد الصني وكنخليهم حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. كما قلت لكم الشكل الثاني اللي هو هذا كنسبق ليه وحضرته معكم، غادي الرابط ديالو يظهر في الفيديو. هنايا خديت واحد النقاش اللي كينقشوا به الحلوه، صافي وبقيت كنقش في المقروض ديالي. كما تقدروا ديروه غير بالسكين وكتبقاو مكملين حتى نكملوا الكميه اللي حنا بغينا نحضروها، وكنديروها في واحد بلاطو كما قلت لكم، وكنخليهم حتى كينشفوا باش نبديو نقليوهم ونعسلوهم. ملي نكونوا نقليو المقروط خاص الزيت تكون شويه بالزايد، ما تكونش النار ناقصه باش المقروط ما يشربناش الزيت ويجينا ثقيل ويتفرتت. كنعسلوه مباشره، العسل تكون بارده ما خاصهاش تكون سخونه. العسل الرابط ديالو غادي يظهر في الفيديو. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. هو المقروط بصفه عامه المعسلات شحال ما خليناهم في العسل شحال ما كيجيو بنان. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى ان شاء الله الوصفه اللي حضرت معكم تعجبكم وتجربوها. انا متاكده انها ان شاء الله غادي يصدق معكم وما غاديش يتفتت لكم، حقاش كانوا بزاف ديال التعاليق جاوني في الفيسبوك على حساب المقروض. ودائما كنقول لكم كونوا في الموعد. مع السلامه.